السيد خالد الصبوحي الكاتب العام للرسوم والدار البيضاء الكبرى، معية أعضاء المكتب المديري وجمعية مناديب عصبة الدار البيضاء الكبرى بشخص فؤاد حلال الرئيس وباقي أعضاء المكتب المسير الجمعية والمنخرطين على مدى الاهتمام ديالهم لهيئة المناديب وخاصة الفئة اللي غتقدم بالملفات ديالها من أجل اجتياز اختبار النموذج لهيئة مناديب العصبة الوطنية لكرة القدم الهواة. وفي هذا الصدد الكل ارتقى أنه تقدم يد العون اللي غادي تمثل في حصص الدعم التقوية لهؤلاء المترشحين حتى يكونوا على أتم الاستعداد لخوض هذا الاختبار اللي كنتمنى لهم التوفيق والنجاح وتكون النتائج ديالو صعبة. كما لا تفوتني فرصة باش نتوجه بالشكر المدير دار الشباب بوشنتوف والسيد رئيس مجلس دار الشباب بوشنتوف وأعضاء مكتب دار الشباب بوشنتوف والسيد المندوب الإقليمي لمندوبية وزارة الشباب والرياضة لمقاطعة عمل الإنفتاح في السلطان على التسهيلات اللي كيقدموها للحكام وللمناديب المنتمون لعصبة الدار البيضاء الكبرى لكرة القدم. اليوم غتكون عندنا أول حصة من حصص الدعم التقوية. خلال هذا الأسبوع كانت تنشط على خدمة الواتساب واحد المجموعة اللي كتضم المناديب اللي غيتقدموا بملفات الترشحات ديالهم. وترجمت في هذه المجموعة من النصوص اللي عندها علاقة بالمقتضيات القانونية ديال نظام المنافسات ومدونة الانضباط قانون كرة القدم 11. هذو الثلاثة هما اللي كيهمونا. الدرجة الأولى اللي كيهمنا هو نظام المنافسات، هو اللي غادي نبداو به. وعطيتكم مدخل وكنا قلنا ان كل واحد يحاول يبحث بالمجهود ديالو الخاص اشنو كيعرف على مراقب المباراة واشنو كيعرف على الواجبات والصلاحيات ديال مراقب المباراة. نبداو بالارتيكل الاول اللي فيه لا ديفينيسيون يعني التعريف ريغلومونطاسيون يعني القانون او النظام. انا تعمدت انني ناخذ بالفرنسيه كيف وضعه المشرع، كي نجي نترجمو غادي نترجمو المجهود ديالي الخاص. وكاينين دابا لي تيرم اللي كترجمها العربية كيكونوا عندها بزاف ديال الفهم. أنا نقراوه بالفرنسية ونحاول نترجمو للعربية ونستافدو ونتبادلو النقاش. لي ستاتي دو لا فيديراسيون إي لي ستركتور دو لا جيستيون ديليغاتير لي ريغلومون دو لا فيديراسيون رويال ماروكان دو فوتبول أنسي كو تو ريغلومون ديريكتيف et circulaire détectée par la fédération et les lois de jeu détectées par l'international de hockey, les lois de jeu de futsal et de beach soccer, constituant la réglementation régissant le football national. Nous avons compris que la Jamia Al-Malakia Maghribia pour le football
وضع قوانين وأنظمة للمسابقات الرسمية اللي هي كرة القدم. احنا اللي كيهمنا هو كرة القدم 11، اللي كيهمنا كيكون هو نظام المنافسات، واللي كيهمنا احنا في هذا النظام المنافسات هما المقتضيات القانونية اللي عندهم علاقة بمهام مراقب المباراة. راه كنت صيفط لكم فهرس قوانين نظام المنافسات، راه فيه 72 مقتضى قانوني. هو راه خاصكم يكون الاطلاع تام على 72 مقتضى قانوني، ولكن حنا غادي نركزوا في الحصص الدعم التقوية ديالنا على المقتضيات القانونية اللي عندها علاقة بالمهام. كاين مثلا نعطيك رقم 5 كيهضر على كأس العرش. كلنا كنعرفوا نظام ديال كأس العرش كيفاش كيتجرى، راه كيبدا إقصائيات من الوسط الجهوية، كيتأهلوا فروق، كيمشيو للبوات، كيتأهلوا فروق من القسم الثاني من القسم الثالث. والسي خالد السي خالد صعيب راه ملي نوصلوا مثلا إلا بغينا ناخذوا شي فكرة راه يشرح لينا يتعاون معنا ويشرح لي لأنه هو عضو في لجنة القوانين والأنظمة. لا تجينا شي حاجة اللي عندها علاقة بهذه المسابقات اللي عندها علاقة بلجنة القوانين والأنظمة راه فيدنا مشكور. بحال إلا مشينا عاوتاني لارتيكل 8 كاين بطولة البطولة الوطنية لكرة القدم هو هاد لارتيكل 8 مثلا فيه كيفاش شنو هما اللعابة اللي كيتخولوا ويلعبوا ولا ما دارت صورة ولا نظام جديد ديال القسم الثاني أقل من 23 سنة، القسم الأول أقل من 25 سنة، حدود 2023-2024 هذا القانون غادي يولي ساري مفعول بصفة نهائية. دابا فيه واحد تسهيلات أن كل فريق عنده حق يلعب أربعة في القسم الوطني الثاني للعمر ديالو كيتجاوز 23، وفي القسم الوطني الاول للعمر ديالو كيتجاوز، ولكن في 23-24 ما غيبقاش هاد السن، غادي يولي السن محدد 23 سنة 25 سنة. هادو غير على سبيل المثال. حاجة أخرى كنت عطيتكم حتى فهرس قانون كرة القدم 11. علاش عطيتكم فهرس قانون كرة القدم 11 وفهرس قوانين نظام المنافسات؟ إلا غادي تجي تشوف هاد المقتضيات القانونية اللي كاينة في نظام المنافسات 72 وهاد القوانين المقتضيات 17 اللي كاينة في كرة القدم 11 كتلقى عندهم علاقة. نشرح لكم مثلا كيجيو المقتضى القانوني رقم 1 قانون كرة القدم 11 كتلقاو ميدان اللعب اللي هو الملعب الملعب. إذا مشينا للمادة 22 في نظام المنافسات كنلقاو المشرع مدخل الملعب ومدخل حتى المحيط ديال الملعب اللي فيه مستودعات الملابس المراحيض المدرجات. هنا إلى جينا في قانون كرة القدم 11 الملعب المشرع كيهضر غير على المحيط الداخلي ديال الملعب، فهمنا؟ كيهضر غير على المحيط الداخلي اللي كتلعب فيه المباراة ديال كرة القدم. المستطيل والمنطقة الفنية، المتراج ديال التيران، البارات، المنطقة الفنية. ولكن المشرع في المادة 22 كيهضر على المحيط الخارجي، راه في العصبة الاحترافية كاين كيد شارجو يفترض التحملات، خص يكونوا دي نورم معايير لهذاك المحيط الخارجي ديال الملعب. راه اللعبات كيبينوا لكم اللعابة في الفيستيرات من البطولات الاحترافية داخل الفيستير كل واحد فيها الوقت
هناك اختلاف في البطولات الأقسام الجهوية وفي البطولات ديال الدول حسب المهم. نرجعوا للكوميسار دو ماتش اللي هو مراقب المباراة. شكون هو هذا المراقب المباراة؟ شكون اللي ممكن يعطينا واحد التعريف ديال شكون هو هذا المراقب المباراة؟ كلكم كتمارسوا في العصبة الجاية، كاين شي واحد اللي ما كيمارسش وجاي مريح معنا وباغي يدوز امتحان، دابا انت مندوب، اش كتعني لك مندوب؟ شكون هو هذا المندوب؟ المندوب هو الممثل الرسمي للجهة المنظمة للمنافسة، والمشرف على السير الجيد للمباراة، غير المهام ديالو. شكون يعطينا شي تعريف؟ المهم هنا في نظام المنافسات المشرع كيقول لك الكوميسير دي ماتش اوفيسيال مونداتي، يعني هو طرف رسمي في المباراه، كنقولوا طرف رسمي يعني يشملوا تعيين. اذا كان طاقم التحكيم كيتعين طبقا للمقتضى ديال الماده 64 من نظام المنافسات، وكيتعين من طرف المديريه الوطنيه للتحكيم اللي هي تحت اشراف اللجنه المركزيه للتحكيم التابعه للجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، فكنلقاو المندوب اللي هو مراقب المباراه حتى هو كيتعين بمقتضى قانوني من نظام المنافسات اللي هو 65. جوستي كيعيبوا المادة، المادة، وكيعينوا جهاز الوصي. إذا كان المراقب المباراة كيمارس العصبة الجهوية، راه كيعينوه إما العصبة أو الجامعة. لا ماشي العصبة، إما لجنة المسابقات والبرمجة أو لجنة المنادي. دابا راه كاينين عصاب جهوية اللي بداو كيستقلوا ديك المناديب على اللجنه، ولكن هذيك اللجنه ديال المناديب اللي كيديروا ديما تابعه للجنه البرمجه، هي ولات على انتي انديبوندون، ماشي انديبوندون، غير مثلا اعضاء ديال لجنه البرمجه كينسقوا مع بعضياتهم، مثلا كيكونوا سته ولا سبعه، كاين ربعه كيمشيو للبرمجه، جوج كيمشيو للمناديب، باش مثلا كيكون مثلا ديك ديال المهام، هادو غادي يديروا البروغراماسيون ديال لي ماتش، هذا غادي يديروا لي بروغراماسيون ديال المناديب، ولا كتكون لجنة المناديب هي ملي كدير البروغراماسيون كتعين المناديب، كما قلنا الحكام كيتعينوا من طرف مديرية وطنية للتحكيم، مديرية للتصاعد التصويب ديالهم والتقدير ديالهم، حتى في العصابة. حتى في العصر، لأن كاينه مديريه جهويه اللي تابعه المديريه، لا تابعه لكل مديريه جهويه تابعه للعصبه ديالها، ولكن كلهم مع المديريه الوطنيه المركزيه. دابا فهمنا شكون هو مراقب المباراه وكيفاش كيشملوا التعيين. قلنا اوفيسيال مونداتي par la structure organisatrice de la compétition pour superviser la bonne organisation d'un match et garantir le respect des règlements et des instructions de la Fédération royale marocaine de football ou la FIFA. Ok, la Fédération royale marocaine de football. Et là, يقول لك pour superviser la bonne organisation d'un match et garantir le respect. ما بغيتيش تفهمني اش بغيت نقول انا. شوف شتي في البرو العصبه الاحترافيه. لا هذا هو العلم هو. عاتب لي هذا هو العلم. عاتب لي شتي في العصبه الاحترافيه كاينين اربعه
حتى ثلاثه العناصر ديال الامن خاصين غير مستودع ملابس الحكام ومستودع الفريق الزائد. واخا نكمل لك دابا خلينا نكمل لك المشرع ملي هضر في الماده 22 وحمل المسؤوليه الفريق الزائد ما قالش البرو ولا الاماتور ولا الريجيونال، هضر بصفه عامه. انا بغيت نكون كبير بالمشرع، بغيت ندير ديك اميتي وهذه ملي تخرج عاوجا تحمل المسؤوليه. فهمتيني فين هضرت معاك؟ في المحبات وهذه راه السيارة معرضة للعطاء، معرضة للبروفيزيون، معرضة لهذه مثلا كانت السوالف وهاد وحدة ونضيفها وغادي تمشى مع الموتور، تمشي تي تا واحد غادي قاطع، كانت البروفيزيون، كانت هادي وإلا كنتي كتنقل بالسيارة حاول ديما تبيع واحد كيعرف يسوق. السلام عليكم، لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.